يلعب في المساحه الفاضيه ناحيه اليمين، استلم من مصطفى سعد ميسي، مهارة الكبيرة، يلعب واحدة أمامية طويلة على حدود المنطقة، رأسية من مصطفى، يحاول صديق أوجولا لكن أبعد من عبد الرحمن هشام، مرة تانية شريف رضا من الجانب الأيسر، جانب الأنشط لنادي سموحة، عبد الحسين فيصل يفكر في تسديدة جوه الجول، وتسديدة قوية، حسين فيصل المرة دي يظبط واحدة ويسدد، دانت مدفع تسكن شباك الحارس محمد عصام ديدا بقى في الدقيقة 51، وبعد 6 دقايق حسين فيصل في أول محاولة وأول تسديدة مظبوطة المرة دي في المقص الشمال، قوية دانت مدفع بقى يحاول فيها محمد عصام ديدا، لكن يا سلام يا سلام يا ولد يا ولد، المرة دي حسين فيصل بقى تسديدة قوية يملى فيها وش رجليه عشان تعانق شباك الحارس محمد عصام ديدا.